يقال إن النصاب إذا ولد ولدت أمامه ألف ضحية، وفيما حكينا نقول لا أحد يقضي على الطماع إلا الكذاب. قضايا النصب والاحتيال لا تعد ولا تحصى، سواء اليوم أو على امتداد تاريخ البشرية، لكن ثمة منها ما اشتهر أكثر من غيرها، إما لغرابتها أو لذكاء منفذيها. في هذه الحلقة من إضاءات فكرية نكتشف بعضا منها. هذه العملية التي وقعت عام 1822 تعرف اليوم بأكبر عملية احتيال في التاريخ. بطلها اسكتلندي اسمه غريغور ماكغريغور. بعملية هذه يعد ماكغريغور أحد أكثر الأشخاص ذكاء في التاريخ. عقب اكتشاف القارة الأمريكية تنامت رغبة الأوروبيين في الهجرة إليها كأرض جديدة قصد تعميرها واستغلال ثرواتها، فما كان من ماكغريغور إلا أن استغل هذه الرغبة وأخذ في الدعاء أنه اكتشف أرضا تشبه الجنة في الهندوراس. أطلق على هذه الأرض بويايز وراح من نسج خياله يرسم لها لوحات خلابة ويؤلف عنها كتبا ينشرها باسم مستعار، ثم دعا الناس إلى الهجرة إليها بناء عما ينشر عن جمالها المبهر. نجحت خطة ماكغريغور إذ جمع أكثر من 200 مليون جنيه استرليني، وقد كان مبلغا طائلا حينذاك. ففي شتنبر 1822 حملت سفينتان 250 راكبا إلى هذه الأرض التي تشبه الجنة، بيد أنه حين وصل هؤلاء وجدوها أرضا قاحلة بالهندوراس، فعاش ثلثاهم فيها لشهرين ثم ماتوا بسبب وضعهم النفسي والمعيشي هناك، فيما أنقذت البحرية البريطانية الثلث الباقي بالصدفة. يعد منفذ هذه العملية أحد أشهر المحتالين في التاريخ فيكتور لوستيش، وهو تشيكي ولد عام 1890 وتوفي عام 1947. نفذ طيلة حياته عمليات احتيال عدة، أشهرها بيعه لبرج إيفل الذي يقع في باريس مرتين. بعد الحرب العالمية الأولى كان برج إيفل بحاجة إلى الصيانة والترميم، إذ اهترأ بفعل الصدأ بيد أن تكاليف الترميم كانت مرتفعة، لأن فرنسا بعد خروجها من الحرب عانت من صعوبات اقتصادية بالغة. بدعوات حكومية مزورة أرسل لوسج إلى عدد من كبار رجال الأعمال سرا للحضور إلى اجتماع قدم فيه نفسه كمسؤول بارز في الحكومة الفرنسية. حين حضروا عرض عليهم شراء برج إيفل للاستفادة من الأرض التي يوجد عليها، إذ ادعى أن الحكومة تنوي هدمه. شدد لوستيج على سرية العملية، فنجح في إقناع أحدهم ودفع مقابل البرج 70,000 دولار. لاحقا حين اكتشف الأخير أنه احتيل عليه شعر بالحرج، فآثر أن لا يتحدث عن الأمر، ما جعل لوسيج يعيد الكرة مع رجل أعمال آخر. باع له البرج هذه المرة ب200,000 دولار، بيد أن الأخير على خلاف الأول أبلغ عنه ففر إلى الولايات المتحدة. كثيرا ما يتم استخدام مصطلح بونزي في عالم المال للتدليل على جريمة النصب والاحتيال. هذه التسمية يعود أصلها إلى محتال إيطالي اسمه تشارلز بونزي. عاش بونزي في الولايات المتحدة، وقد استطاع بين عامي 1918
و1920 الاحتيال على آلاف الأشخاص، حتى جمع ثروة تقدر ب7 ملايين دولار. كيف ذلك؟ كان بونزي يبيع قصائم خاصة بالبريد يمكن بها شراء طوابع في جميع بلدان العالم. أما ربح هذه العملية فيتجلى في شراء هذه الطوابع من بلدان ذات عملة ضعيفة وبيعها في بلدان ذات عملة قوية. استطاع بونزي أن يقنع عملاءه بأن هذه العملية تصل أرباحها بعد 45 يوما إلى 50%، ثم تبلغ سقف 100% خلال 90 يوما. لكن الشرطة ألقت القبض عليه، إذ أنه فشل في توفير قصائم كافية كما كان يعد. ثم اكتشفت أن بونزي يدفع أموال العملاء الأقدم بأموال العملاء الأحدث ليس إلا. هذه العمليات أثرت سلبا في 7 بنوك، وقد قدرت خسائرها بحوالي 20 مليون دولار. لاحقا اتهم بونزي بالاحتيال بواسطة البريد والسرقة، فحكم عليه بالسجن 17 عاما. حدث عام 193 للميلاد أن تعاقب على حكم الإمبراطورية الرومانية 5 أباطرة فيما يعرف في المراجع التاريخية بعام الأباطرة 5. وبعدما تولى الإمبراطور بيرتيناكس الحكم لـ3 أشهر الأولى، كان أن انقلب عليه حرسه أو ما يسمى بالحرس الإمبراطوري فقتله. هؤلاء عرضوا بعد ذلك حكم الإمبراطورية في المزاد، هكذا يكون بإمكان من يدفع أكثر أن يصير إمبراطورا جديدا. هذا الفعل عد بعد ذلك في حكم الاحتيال، لكن بالفعل قام أحدهم واسمه ديديوس يوليانوس بدفع 250 قطعة ذهبية لكل فرد في الحرس الإمبراطوري، مبلغ يقدر اليوم حسب البعض بـ1 مليار دولار لكل واحد منهم. هذا الاحتيال أخذ البلاد إلى الفتنة، ظهر بعض الحرس مطالبا بحصته من المال، فأعلنت كل فرقة منهم قائدا إمبراطورا، ما أدى في الأخير إلى إعدام يوليانوس. وقبل هذا كان الأخير قد أمر بقتل كل الحرس الذين ضلعوا في عملية بيعه الإمبراطورية. خلف رجل يعمل جنرالا واسمه جيكوب بيكر ثروة مالية تقدر بـ3 ملايير دولار حين توفي عام 1839 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. هذا الخبر ادعاء لا أساس له من الصحة، وقد نشرته وكالة وهمية اخترعها المحتال ويليام كاميرون سميث في عدد من الصحف المحلية. تطلب من الأشخاص الذين ينتهي اسمهم ببكر أن يقدموا ضريبة مالية رمزية نظير نيل حصتهم من الميراث. تعتبر هذه العملية من بين الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة، وقد أغرت الآلاف اتمكن سميث من خداعهم، فكسب من وراء ذلك ما يناهز 25 مليون دولار. متتبعي قناة الشامل الأفاضل، إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إضاءات، على أمل اللقاء بكم مجددا في إضاءة فكرية جديدة. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.